بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك عظم على آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فرج الكرب عنا وعن المكروبين من أمة سيد المرسلين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وأدخلنا في كل الأمور مدخل صدق، وأخرجنا من كل الأمور مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم عافنا في أبداننا وأسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ارحمنا وارحم والدينا ومشيخنا وعلماءنا وسائر المسلمين، واختم لنا ولهم بخاتمة السعادة أجمعين، وألحقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبته الكرام على خير حال، واقبضنا إليك غير مفتونين، وشفع فينا حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، واسقنا من يده الشريفة شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع في فقه السادة الشافعية رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومين في الدارين آمين. وكنا وقفنا في أحكام الفرائض كتاب أحكام الفرائض والوصايا، وقفنا على أن الثلثان فرض أربعة. يقول في الهامش: والثلثان فرض أربعة، البنتين فأكثر، وبنتي الابن فأكثر، وفي بعض النسخ بنات الابن وبنات الابن، والأختين من الأب والأم فأكثر، والأختين من الأب فأكثر، وهذا عند انفراد كل منهما عن إخوتهن، فإن كان معهن ذكر فقد يزدن على الثلثين، كما لو كنا عشرا والذكر واحدا فلهن عشرة من اثني عشر، وهي أكثر من ثلثيها، وقد ينقصن كبنتين مع ابنين. مكتوب عندك ايه؟ وقد ينقص، بس فيها ضاد عندي صححها، خليها صاد. وقد ينقص كبنتين مع ابنين. والثلث فرض اثنين، الام اذا لم تحجب، وهذا اذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن، أو اثنان من إخوة وأخوات سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم، وهو أي الثلث للأنثيين للاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات من ولد الأم، للاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات من ولد الأم ذكورا كانوا أو إناثا أو خناثا أو البعض كذا والبعض كذا. ونقف على قوله والسدس، يبقى هنقرأ الوقت الثلثين والثلث. من هم أصحاب الثلثين ومن هم أصحاب الثلث؟ يقول في الشرح: والثلثان فرض أربعة، أي اعلم أن ضابط من يرث الثلثين المتعدد من الإناث، يعني كمان اللي يورث الثلثين دول إناث ويكونوا تعددوا، يعني أكثر من واحدة، كل أنثى إذا انفردت تأخذ النصف، إذا تعددت يأخذ الثلثين، دي قاعدة سهلة. كل أنثى إذا انفردت لها النصف، إذا تعددت يبقى ليها الثلثين على طول. اعلم أن ضابط من يرث الثلثين المتعدد من الإناث اللاتي يكن ممن فرضه النصف لو انفرد، وخرج بقولنا من الإناث الزوج، فإنه لا يتأتى تعدده كما هو معلوم، لأن الزوج للنصف برضه،
كده برضو، وهو اصلا لا يتأتى تعدده. احنا بنقول اذا انفرد، والزوج لابد ان ينفرد لان ما فيش عندنا امرأة تجمع اكثر من زوج، كده برضو مفيش عند المسلمين في التبت فيه. والله كنت بسمع برنامج كده على عادات البلاد الغريبة، وطلع في التبت المرأة تتزوج اكثر من زوج، الرجل يبقى ايه، يبقى ليه ضره، الراجل هو اللي يبقى ليه ضره. عندهم نظامهم كده غريبه، وتعيشهم في بيت واحد، يعني تبقى هي عايشه مع ازواجها. ده دي عادات التبت، شفتها في ناشونال جيوغرافي كده ساعات بيجيبوا الوثائقيه والحاجات البرامج العجيبه دي. لكن الحمد لله ربنا هدانا للاسلام، احنا بنشرع احكام الاسلام مش احكام التبت، خدت بالك؟ علشان كده الزوج لا يتعدد، زوج ليه النصف لما تبقى ايه الزوجة توفيت وليس لها ولد، يبقى الزوج له النصف. لكن احنا بنتكلم مين له الثلثان، من اذا انفرد له النصف واذا تعدد يبقى ليه الثلثان. خرج بهذا الكلام الزوج بالتعدد، وخرج ايضا بالتقييد بالاناث، قلنا ايه الثلثان للاناث التي اذا انفردت لها النصف. عامه يعني ما الاخت، ما لما يبقى الراجل مات وسايب اخت، عمة مين؟ عمة لا العمة لا ها العمة ليس له احد غيرها، غيرها تورثه، ترث نصف، يعني مقطوع من شجره خالص، هو مات كده وملوش الا عمته، لا سايب أولاد ولا أباء ولا جدات ولا زوجة ولا بنات ولا أبناء ولا حاجة خالص. ما هو عمة مين؟ عمة المتوفى ولا أخت المتوفى؟ عمة المتوفى. العمة دي ما تورث إلا إذا انفردت لوحدها، يعني مات ومش سايب غيرها، مقطوع من شجرة، ليس له فرع ولا ليس له فرع ولا أصل وارث، واخد بالك ازاي؟ خلاص يبقى دي تورثه احسن ما ناخد ماله البيت مال المسلمين، تبقى عمته تورثه. واضح؟ بس اذا انفردت، لان دي قدامها عشان تنفرد قدامها كذا حجم تتحجب بحتت كتيره، فهمت؟ والثلثان فرض اربعه، اعلم ان ضابط من يرث من يرث الثلثين المتعدد من الاناث اللاتي يكن ممن فرضه النصف لو انفرد، وخرج بقولنا من الإناث الزوج، فإنه لا يتأتى تعدده كما هو معلوم. أيضا قوله البنتين فأكثر، أي لقوله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، مش الآية بيقول إيه يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، واخد بالك؟ وإن كانت واحدة فلا النصف، يبقى إذا تعددوا لي الثلثان. الآية بتقول فإن كنا نساء فوق اثنتين، طب أمال إحنا بنقول اثنتين هنا؟ طب ما جاتش في الآية، ده بيقول لك فوق اثنتين، طب والاثنتين؟ إما نفهمها بالإجماع وبالفعل العملي أن الاثنين دخلوا في فوق الاثنتين، أو أن فوق تكون مقحمة وتبقى اثنتين فأكثر، يعني فهمها بكذا طريق، أو قياسا على الأختين، واخد بالك؟ يبقى لينا ثلاث طرق في إننا نولد منها الاثنين، لأن ربنا ما قالش اثنين، قال واحدة وأكثر من اثنين. طب والاثنين راحوا فين؟ يبقى إما نفهموا الإجماع، إجماع الأمة وحكم النبي وفعل النبي من السنة، أو أن فوق تكون مقحمة يعني زائدة، يعني اثنتين فما زاد، أو أنها قياسا على الأختين. واضح؟ أي لقوله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، بناء على أن المعنى والله أعلم اثنتين فما فوقهما، وإن كانت لفظة فوق مقحمة كانت الآية دليلا للاثنتين، وإن كان المعنى أكثر من اثنتين كما هو ظاهر اللفظ الكريم كانت دليلا للأكثر من الثنتين،
ودليلهما اللي هما الثنتين الإجماع المستند إلى ما صححه الحاكم أنه صلى الله عليه وآله وسلم أعطى بنتي سعد بن الربيع الثلثين، وإلى القياس على الأختين. يبقى لنا ثلاث طرق في استنباط الثنتين من في الحكم. أولا أن الآية نعتبر أن فوق دي مقحمة ويبقى دخلوا، أو أننا نعتمد على حكم النبي صلى الله عليه وسلم في بنتي سعد بن الربيع وهي السنة، أو إجماع الصحابة، أو القياس على الأختين. كل دي وسائل لمعرفة حكم الاثنتين. قول وبنتي الابن فأكثر اللي هو النوع الثاني. يبقى أول نوع احنا قلنا البنتين فأكثر، طب ما ملوش بنتين لكن بنتي ابن موجودين، هو ملوش بنتين، ده هما بناته أو أولاده ماتوا في حال حياته وترك أحفاد بنتي ابن، بنتي الابن فأكثر برضو ياخدوا الثلثان، أي للقياس على البنتين فأكثر. وقوله في بعض النسخ وبنات الابن أي ما زاد على الواحدة، بناء على أن الجمع عند الفرضيين ما فوق الواحد. فاندفع قول الشيخ الخطيب ولو عبر ببنتي الابن فأكثر كان أولى ليدخل بنت الابن. نعم التعبير بذلك أوضح كما في النسخة الأولى، وهذا إذا لم يكن معهن بنت صلب. طب بنتي الابن لو معهم بنت صلب يبقى ليهم السدس، تكملت الثلثين، عشان بنت الصلب تاخد النصف وبنت الابن تاخد السدس تكملة الثلثين. كويس، كما سيأتي أول في الابن كما سيأتي. وألف الابن للجنس الصادق بالواحد والمتعدد، حتى لو كنا من أبناء كان الحكم كذلك. افرض هو عنده ابنين وكل ابن سايب له بنتين، يبقى عنده أربع بنات ابن ياخدوا الثلثين برضه، يعني مش شرط يبقوا من ابن واحد، ممكن من من عدة أبناء. قول والأختين من الأب والأم، يعني الأختين الشقيقتين أي الشقيقتين. وقول فأكثر أي من الأختين. وقول والأختين من الأب، افرض مالوش أختين شقيقتين ليه أختين من الأب، يبقى خلاص الأختين من الأب يورثوا، لأن هيتحجبوا بالأختين الشقيقتين. لو الشقاقتين مش موجودين يبقى يخش مكانهم الأختين الأب. واضح؟ واحدة وواحدة هتاخد الأخت لأب النصف والتانية تاخد السدس، مش كده برضو؟ أو الأخت التانية السدس، الشقيقة هتاخد النصف لأن هي الأقرب، تدلو إلى الميت من جهتين. وقول والأختين من الأب فأكثر أي عند فقد الشقيقتين. أما في الأختين من النوعين فلقوله تعالى، طب ليه قلنا أن الأختين لأب والأختين الشقيقتين وخرجنا الأختين لأم؟ لقوله تعالى في الآية فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، فإن المراد بهما الصنفان كما حكى فيه ابن الرفع الإجماع. وأما في الأكثر من الأختين فللقياس على البنات المذكورات في قولي فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. قول وهذا عند انفراد كل منهما عن إخوتهن، لما يبقى ما لهمش إخوات ذكور يعني. صوابه أن يقول عند انفراد كل منهما بالتثنية كده عن أخيهما، أو عند انفرادهن بالجمع عن إخوتهن، إما بالتثنية فيهما كما في العبارة الأولى أو بالجمع فيهما كما في العبارة الثانية. واسم الإشارة في قوله وهذا راجع إلى كون كل منهما يرث الثلثين. قول فإن كان معهن ذكر مقابل لقول وهذا عند انفراد كل منهما إلى آخره. وقول فقد يزدنا، يعني لو كان معهم ذكر ممكن ياخذ أكثر من التلتين وممكن ياخذ أقل من التلتين على حسب العدد. كويس، كان الأوضح في المقابلة أن يقول لم يفرض لهن الثلثان بل يعصبهن فقد يزدن إلى آخره، لكنه راعى الاختصار
قول كما لو كنا عشرا والذكر واحدا. افرض هو مات وسايب 10 بنات وذكر واحد اخ ابن يعني واحد، يبقى المسألة هتبقى ايه؟ على 12. ما هو كل بنت واحد والولد راسين، يبقى على 12. يقوم الولد ياخد 2 من 12 يعني السدس، وكل اخت ولا كل بنت للرجل او اخت لهذا الولد هتاخد 1 من 10، يبقى كانهم خدوا 10 من 12، اكتر من التلتين، لان التلتين 8. ما هو تلتين ال 12 8، هم خدوا 10 من 12، خدوا اكتر من التلتين. فهمت بقى المساله؟ فممكن يزيدوا ياخدوا اكتر من التلتين. وقوله فقد يزدن كما لو كنا 10 والذكر واحدا، كما لو خلف الميت 10 بنات وابنا واحدا. وقوله فلهن 10 من 12، أي لأن الذكر مثل حظ الأنثيين، فيجعل الذكر برأسين ويضمان للعشرة، فتكون المسألة من 12، للعشر إناث 10 لكل واحدة واحد، وللذكر 2، وهي أكثر من ثلثيها، لأن ثلثي 12 8، فزادت 10 على الثلثين سدسا، ولم يأخذ الأخ في هذه الصورة إلا سدسا. قوله وقد ينقصنا، وقد ينقصنا، يبقى حقنا ايه؟ نحط نون هنا، اصل كلمه وقد ينقص كبنتين يا حد. وقد ينقصنا، وقد ينقصنا اي عن الثلثين. وقولك بنتين مع ابنين، بنتين مع ابنين، البنتين مع الابنين، الابنين 4 والبنتين 2، يبقى من 6 مش كده برضو؟ يبقى من 6، هياخدوا 2 من 6، يبقى هياخدوا التلت اهو، نقصوا عن التلتين، واضح؟ وكل ابن هياخد ايه؟ 2 من 6، يعني هما هياخدوا 2 من 6، كل واحدة تاخد 1 من 6، والتانيين كل واحد ياخد 2 من 6، واضح؟ وقد ينقصنا أي عن الثلثين. وقولك بنتين مع ابنين أي فللبنتين 2 من 6 فلهما الثلث حينئذ، لأن المسألة من 6 عدد الرؤوس، فإن البنتين برأسين والابنين بأربعة رؤوس. كده خلصنا الثلثين. نيجي بقى في الثلث، فرض لمين؟ والثلث فرض 2. كاتب لك بقى في الشرح قد يفرض الثلث للجد مع الاخوه، ما ذكروش، ما جابش سيره الجد هنا، علشان كده جايبك في الحاشيه. فبيقول قد يفرض الثلث للجد مع الاخوه فيكون الثلث فرض 3، لكن الثالث ليس مذكورا في كتاب الله تعالى بل بالاجتهاد كما مر، وذلك فيما اذا نقص عنه بالمقاسمه بان زادت الاخوه على مثليه، كما لو كان معه 3 اخوه فللجد الثلث 1، لأن المسألة من 3 يبقى 2 على 3، يعني إيه؟ بيخش الجد بالمقاسمة ياخد الثلث إيه فأكثر، أيهما أحظل؟ كويس؟ فلو لقينا لو قسمنا هياخد أقل من الثلث نرده للثلث، واضح؟ لما يكون الجد عايش، يعني الأب مات لكن أبو الأب عايش وليه اخوه وفي اخوه، يقوم الاخوه الاب يحجب الاخوه لكن الجد ما يحجبش الاخوه، يقوم الجد يخش مع الاخوه في الميراث يقاسمهم بحيث ان ما ياخدش اقل من ايه؟ من الثلث. مقاسمه كده، بس بشرط ان ما يقلش نصيبه عن التلت، واخد بالك؟ لو قل نديله التلت الاول ونقسم البيع على الاخوه، واضح؟ فللجد الثلث 1، لأن المسألة من 3 يبقى 2 على 3، احنا بيديني المسألة هنا ايه؟ ان هو مات وترك 3 اخوة وايه؟ وجد. مات وترك 3 اخوة وجد، يبقى الجد المفروض ياخد الثلث، يبقى ياخد 1 من 3، يتبقى 2 يتقسموا على 3، مش هتصلح المسألة، قوم نضرب 3 في 2
تبقى من 6، مش كده برضو؟ يبقى الجد ياخد 2 من 6 ويتبقى لنا قد ايه؟ لا مش هتنفع كده، يبقى هنخليها 12 احسن، لان هي تلت، تلتين 2 على 3 نضربها في 9، هنضرب 3 في 3 عشان تبقى المسألة من 9 احسن، تبقى المسألة من 9 احسن عشان ما يبقاش في كسور، ما يبقاش عندي كسور. يبقى الجد ياخد ايه؟ ياخد 3 من 9، مش كده برضو؟ اللي هو التلت، يتبقى لي من 9 ايه؟ 6، يبقى كل اخ ياخد 2 من 9 والجد ياخد 3 من 9. فهمت بقى المسألة؟ قد يفرد الثلث للجد مع الاخوة فيكون الثلث فرد 3، لكن الثالث ليس مذكورا في كتاب الله تعالى بل بالاكتئاب اللي هو الجد يعني، كما مر، وذلك فيما اذا نقص عنه بالمقاسمة، نقص عن الثلث بالمقاسمة، بأن زادت الإخوة على مثليه كما لو كان معه 3 إخوة. هو لو ميت وسايب جد وأخين خلاص سهل، كل واحد ياخد 1 ومع السلامة. لكن لو زادوا عن مثليه، هنا بقى نخش في إننا نديله الثلث وننقص من الإخوات. كما لو كان معه 3 إخوة فللجد الثلث 1، لأن المسألة من 3، يبقى 2 على 3 لا ينقسمان ويباينان، فتضرب 3 في أصل المسألة 3 بـ9، ومنها تصح للجد 3، يبقى للإخوة 6، لكل واحد 2، بقت كده سهل. أول واحد من اللي فرض الثلث الأم إذا لم تحجب، ما هو ربنا بيقول إيه في القرآن؟ ولو فإن كنا فوق 2 فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت 1 فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما الثلث مما ترك، يبقى الأم ليها الثلث أهو، إن لم يكن له ولد، إن لم يكن له ولد، ما اتحجبتش هنا. فإن كان له ولد فلأمه السدس، فإن كان له إخوة فلأمه إيه؟ السدس. الأم إذا لم تحجب، أي حجب نقصان من الثلث إلى السدس، نعم، للأم في إحدى الغراوين ثلث الباقي. الغراوين اللي هي لما يبقى مات وترك زوج وأبوين، سواء كان بقى الزوج ده رجل أو امرأة، دي الغراوين. لأن الغراوين يسموه غراوين لأن مرة تفترض إن الزوج هنا زوجة ومرة تفترض إن الزوج هنا رجل، فتبقى إيه المسألة 2. نعم، للأم في إحدى الغراوين ثلث الباقي بعد فرض الزوج أو الزوجة، وهما أب وأم مع أحد الزوجين كما مر. وقول هذا أي عدم حجبها، وقول إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن أي وارث بخلاف غير الوارث، لرق أو قتل أو نحوهما فهو كالعدم فلا يحجب الأم. افرض لي ولد لكن الولد ده ضرب عليه الرق، يبقى كأنه مش موجود، الأم ما يحجبش الأم. افرض له ولد وهو اللي قتله مش هيورث، يبقى ما يحجبش الأم، كأنه عدم. وقوله أو 2 من إخوة، عشان الإخوة يحجبوا الأم حجب نقصان من الثلث للسدس لابد أن يكونوا أكثر من واحد، واضح؟ لأن ربنا بيقول إيه؟ فإن كان له إخوة فلأمه السدس، إخوة مالش أخ، واضح؟ فيبقى لازم، والجمع في باب المواريث يبتدي بـ2، واخد بالك؟ خلافا لسيدنا عبد الله بن عباس ان قال ايه؟ قال يبقى 3، ده سيدنا عبد الله بن عباس خالف الاجماع، لكن الاجماع استقر على انه يبقى ايه؟ 2. او 2 من إخوة واخوات، ايوه ولو محجوبين، يعني حتى لو كانوا الاخوه دول مش هيورثوا، يحجبوا الام حجب نقصان وما يورثوش، والباقي ياخدوا الاب تعصيب، واضح؟ فهمت بقى؟ فلو مات عن اب وام واخوين، دي مساله اب وام واخوين، خلاص الام طالما ليه اخوين
تاخد السدس، والاب هياخد الباقي ويحجب الايه؟ الاخوين. او عن جد وام واخوين، كويس؟ الجد برضه هيحجب مين؟ لا، الاخوين يحجبوا الام من الثلث، كويس؟ عن جد يحجبها من الثلث الى السدس. فللام السدس وللاب او الجد الباقي، ولا شيء للاخوين مطلقا في الاولى، ولا للاخوين للام. الثانيه بقى جد واخوين لام، فهمت؟ الاخوين لام مش هيورثوا لوجود الايه؟ العصبه. ما هو علشان يورث الاخوه الام لازم كلاله. كلاله يعني لا يبقى ليه اصل وارث ولا فرع وارث. انما لو كانوا اخوه الاب كانوا تقاسموا مع الجد، او لو كانوا اخوه اشقاء كانوا برضو تقاسموا مع الجد. لكن المساله هنا علشان نخليهم ما يورثوش ويحجبوا، يبقى لازم اخوه لام. واضح؟ يبقى جد وام واخوه لام. الاخوه لام ينكدوا على الام تاخد السدس، واخد بالك؟ والجد ياخد الباقي، وهم مش هي ايه؟ مش هياخدوا حاجه. وام واخوين لام فانهما محجوبان، ومع ذلك يحجبان الام من الثلث الى السدس. فللام السدس وللاب او الجد الباقي، ولا شيء للاخوين مطلقا في الاولى، ولا للاخوين للام في الثانيه. ومن ذلك ما لو كان ملتصقين. هيجيب لك بقى ايه؟ المسائل النادره. احنا دلوقتي بنلاقي ساعات ايه؟ المواليد اللي يجي اجنة ملتصقة تبقى مشهورة. الحكاية دي كانش في جراحات ايامها لفصل التوائم دي، فبيعيشوا، ممكن يعيش لحد ما يبقى عنده 20 و30 سنة و40 سنة لحد ما يموت، ويبقوا ملتصقين في بعض. فبيقول ايه؟ ومن ذلك ما لو كان ملتصقين. نحسبهم اتنين ولا واحد؟ ده هو ليهم راسين وليهم ايه؟ دراعين بس، والرجلين هي هي، ويا دوب طالعين كده زي ايه؟ صنوان وغير صنوان، زي النخل. نحسبهم اتنين ولا واحد؟ فهمت بقى؟ علشان لو حسبناهم واحد يبقى مش هيحجبوا الام من الثلث للثلث. حسبناهم اتنين حجبوا الام، فهمت؟ قال لك العبره بالرؤوس، فهمت؟ لهما رأسان وأربع أيد وأربع أرجل وفرجان. والمعتمد أن المدار على تعدد الرؤوس، مش على الفرج بقى والرجلين والإيدين. المدار على تعدد الرؤوس، واضح؟ فإذا مات ابن لها آخر عن أمه وعن الأخوين الملتصقين كان لها السدس، عشان سايب أخين ملتصقين، مش هنحسبهم واحد، نحسبهم اتنين. وحجبها هذان الأخوان عن الثلث، لأن لهما حكم الاثنين في سائر الأحكام من قصاص ودية وغيرهما. وقد أخبرنا، ده كلام الشيخ البيجوري بقى، يقول: وقد أخبرنا بعض الناس أنه وجد اثنان ملتصقان ظهر أحدهما في ظهر الآخر في مولد سيد أحمد البدوي رضي الله عنه. دي حاجة من النوادر اللي سمعها الشيخ البيجوري في عصره يعني. وبيقول مولد سيدي مين؟ أحمد البدوي، يبقى ما كانش وهابي. لأنه أولاً قال سيدي وأقر المولد. يبقى ما كانش لسه انتشر الإيه؟ المذهب الوهابي. والدليل على ذلك قوله تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. وولد لابن ملحق بالولد. وقال تعالى: فإن كان له إخوة، شايف بالجمع اهو، فلأمه السدس. والمراد بالإخوة اثنان فأكثر إجماعا، قبل إظهار ابن عباس الخلاف، حيث قال: لا يحجبها من الثلث إلى السدس إلا ثلاثة إخوة ذكور أو ذكور وإناث، عملا بظاهر الجمع في الآية، فإن أقل الجمع ثلاثة، وغيره يجعل أقل الجمع اثنين فأكثر، لأن الجمع عند الفرضيين ما فوق الواحد كما مر. خلاص، دي واضحة. قوله: سواء كانوا
أشقاء أو لأب أو لأم. إحنا قولين إن الإخوة ثلاث أنواع، إخوة لأب وأم يسموهم أشقاء، يسموهم إخوة أعيان، وإخوة لأب يسموهم علات، وإخوة لأم يسموهم أخياف. فعندنا ثلاث أنواع من الإيه؟ من الإخوات. أي أو مختلفين، وسواء كانوا أيضا ذكورا أو إناثا أو خناثا أو مختلفين. يعني لي مثلا أخ لأب وأخ لأم، بقوم أخين، واخد بالك؟ صحيح الأخ الأم يمكن ما يورث، بس إيه؟ نكر على الأم، هي حجبها من الثلث للثلث. قول وهو أي الثلث للاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات لأم، أي لقوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، يبقى لازم علشان يورثوا الإخوة لأم لابد كلالة، واضح؟ وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما إيه؟ السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، يبقى هنا ليهم الثلث. والمراد أولاد الأم بدليل قراءة ابن مسعود وغيره وله أخ أو أخت من أم، في مصحف سيدنا عبد الله بن مسعود وله أخ أو أخت من أم، فيبدو أن سيدنا عبد الله بن مسعود كان كاتب التفسير في إيه؟ بنفس الخط، فالناس افتكروه مصحفه كده، هو كاتبه تفسير. عشان كده سيدنا عثمان قال لك نحرق كل المصاحف إلا اللي احنا اتفقنا على كتابتها، لأنه كانوا بعض الصحابة بيكتبوا تفسير في وسط المصاحف بتاعتهم، فاهم؟ فلو كان الناس توارثوا هذه المصاحف كانوا هيفتكروا إن الزيادة دي مصحف مش تفسير. أدي عمل سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه ورحمه الله ونفعنا الله به. لو ما عملش كده كان زماننا اختلفنا أيام اختلاف على المصحف. الحمد لله. تسمية الكائنات دي قراءة، ده مجال تجوز يعني عندي تعد إدراك مثلا، بس قراءة شاذة لأنها لم يثبت التواتر فيها. ما احنا عشان تنسب قراءة يتعبد بها وتبقى مصحف لازم التواتر، لكن كل ما قرئ وغير متواتر يسموه قراءة شاذة ويبقى له حكم الخبر. يعني ده قرئ دي ولا كان يكتب بس كان يوجد في مصحفه كتابة؟ لا هو ما وجد في مصحفه، لكن ما وقفش في القرآن بيصلي بالناس الإمام كده وقال ولو أخ أو أخ من أم، ما قالهاش دي جوه الصلاة، لكن لما جابوا مصحفه لقوها مكتوبة، فاهم؟ بس ما احنا عشان يثبت مصحف لازم قرآنا لازم إيه؟ يثبت متواترا ويوافق وجه نحو ويوافق الخط العثماني، ثلاث حاجات مش كده؟ كل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، هذه الثلاثة الأركان أيما اختل شرط فاثبتي شذوذه لو أنه في السبعة. مش قال كده ابن الجزري؟ طيب. فهم شركاء في الثلث. والمراد أولاد الأم بدليل قراءة ابن مسعود وغيره. اعتبروا قراءة ابن مسعود الشاذة دي خبر، إن هو ما أثبتش الكلمة دي كمعنى إلا لما فهمها من النبي، فكأنها حديث. فهمت بقى المسألة؟ وله أخ أو أخت من أم، وهي وإن كانت شاذة يعني لم تكن متواترة، ليست قرآنا، يبقى شاذة يعني ليست قرآنا، لكنها كخبر الواحد في العمل بها على الصحيح. وشرط إرث أولاد الأم أن يكون الميت كلالة، دي نقطة مهمة، كما ذكره الله تعالى في الآية المذكورة. ومعنى الكلالة الذي لا ولد لا والد له ولا ولد من كل النسب، إذا ذهب طرفاه أي أصله وفرعه، لا لي حد من أصله ولا لي حد من فرعه، يبقى كلالة يعني اللي حواليه بقى جاي من الإكليل، يوم يورثون اللي حواليه اللي هم أخواته بقى، فهمت؟ قول فصاعدا أي فذهب العدد حال كونه صاعدا من الاثنين إلى ما فوقهما، فهو منصوب على الحال. كلمة فصاعدة تعربها إيه؟ تقول حال على طول، واخد بالك؟ أدي صاعدة منصوب على الحال. وناصبه واجب الإضمار ويستعمل بالفاء وثم لا بالواو، يعني تقول ثم صاعدا أو تقول فصاعدا، ما تقولش وصاعدا، خطأ لغوي.
دي برضو ايه اشارات لغوية لطيفة بيقولها لك في وسط كتاب الفقه عشان يعلمك حتة لغة. يعني لما تيجي تقول ايه صاعدة تقول قول فصاعدة او ثم صاعدة ولا تقل وصاعدة. واضح؟ ايوه سيدي. طب يعني لو كانت كفالة ولا زوج ولا ام حد ياخد ثلث بس؟ ايوه. الباقي بقى نشوف مين اللي هيعصب. بقى نشوف هل في حد عصبه ولا لا. طب لو مفيش عصب؟ يعني افرض لي عم، افرض لي لي عم مثلا عايش، العم هياخد الباقي، التلتين الباقيين، لابن عم ياخد ابن العم الباقي. فهمت ازاي؟ ابناء عمومه. يعني ندور على حي اي حد عصبه من جهه الاباء بقى. عشان ياخد. هل يرد بيت المسلمين ولا ياخدوا هم برضه الكل؟ خلاف مذهبي. وعنه به قال بيقول لك هنا ايه؟ وقوله من الاخوه والاخوات من ولد الام. للاثنين فصاعدا من الاخوه والاخوات من ايه؟ من ولد الام، يستوي فيه الذكر والانثى. ليه بقى الاخوات لام ما بتتميزش البنت عن الذكر عن الانثى؟ لان ما فيش تعصيب هنا. اللي يميز يخلي الذكر ضعف الانثى كويس؟ ان يكون وارث بالعصبه. انما هنا ده وارثين عن طريق الام، فالام مش عصبه. فيبقى الذكر والانثى سواء بالتساوي، خدت بالك؟ وعلشان كده ربنا بيقول فهم شركاء في الثلث، شركاء يعني بالتساوي. يعني سايب اخ واختين نقسم على ثلاثة. الاخوة الام كده. خد بالك على الرؤوس. يستوي فيه الذكر والانثى ولا يعصبها لانه لا تعصيب في من ادلوا به وهو الام. بخلاف الاخوة الاشقاء او لاب فان ذكرهم يعصب انثاهم فللذكر مثل حظ الانثيين لأن في من أدلوا به تعصيبا وهو الأب كالبنتين والبنات. قوله أو البعض كذا والبعض كذا أي البعض ذكور والبعض إناث مثلا. قول والسدس، إحنا وقفنا على دي والسدس، نكمل طب حاجة من السدس لأنه طويل شوية السدس. هنكمل شوية. إحنا نسينا نسجل على ده. مشكلة. نسجل الحته من اول السدس. ها؟ لا انا اللي طفيته قبلها على اني هعيده تاني على ما يجهزه. الخطا مني. قوله وهو اي السدس للجده. بيقول هنا والسدس فرد سبعه. الام مع الولد او ولد الابن او اثنين فصاعدا من الاخوه والاخوات. السدس فرد سبعة، الأم مع الولد أو ولد لابن أو اثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات، ولا فرق بين الأشقاء وغيرهم ولا بين كون البعض كذا والبعض كذا. وهو أي السدس للجدة عند عدم الأم وللجدتين والثلاث وللبنت ولبنت الابن مع بنت الصلب تكملة الثلثين. تكملة الثلثين. احنا ايه هنحاول نقف عند الحتة دي ونكمل الباقي المرة الجاية. عشان انا عندي موعد 8:30. بيقول هنا وهو اي السدس للجدة هي في حاجة ناقصة هنا؟ أنا نزلت تحت. بس أنا نزلت في نص الصفحة عشان عايز أخلص بسرعة. شفت بقى إن الهوى لما يدخل في العلم يبوظه إزاي؟ لأن أنا عندي هوى إن أنا أخلص بسرعة فبشوف في آخر الصفحة. فالمفروض إنك أنت تتخلص من أي هوى عند طلب العلم. الأول ما الهوى يخش في المسائل يبوظ العلم. قوله والسدس فرد سبعة بالسين والباء الموحدة لئلا تتحرف عليك بتسعة بالتاء الفوقية والسين، لأنك لو شلت النقط تفتكرها أنها ممكن تقراها تسعة.
قوله الأم مع الولد أو ولد لابن أو اثنين إلى آخره، لقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، وولد ولد وولد ولد، إن كان له ولد وولد لابن كالولد، يعني له ولد أو ولد ابن، كويس؟ إجماعا. قال تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس، وفي تقديم المصنف الولد ثم ولد لابن ثم الاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات إشعار بنسبة الحج إليهم إذا اجتمع على هذا الترتيب، ابتدى بالأقوى الأول الابن وبعديه على طول، لأن الابن هيحجب إيه؟ ابن الابن، وبعديه لما يبقى ما فيش الابن يجي ابن الابن، طب ما فيش ابن الابن يجي الإخوة، يعني كأنه بيجيب لك بترتيب الحجب. فالذي حجبها من الثلث إلى السدس عند اجتماعهم الولد لقوته كما بحثه ابن الرفع، وقد يفرض للأم السدس مع عدم من ذكر. يقول لك أحيانا الأم تاخد السدس وما إيه زي في الغراوين، كامرأة كما لو ماتت امرأة عن زوج وأبوين، يعني المرأة ماتت وتركت زوج وأبوين، الزوج للنصف والأبوين الأم تاخد ثلث الباقي، يبقى المسألة نخليها من ستة، ثلاثة في اثنين ستة، يبقى الزوج ياخد ثلاثة من ستة والأم تاخد واحد من ستة والزوج ياخد ايه اثنين من ستة، يبقى الأم هنا خدت السدس. فهمت ازاي؟ خدت السدس مع ان هي واخدة ثلث الباقي يساوي السدس. فهمت المسألة؟ وقد يفرض للأم السدس مع عدم من ذكر، كما لو ماتت امرأة عن زوج وأبوين وهي إحدى الغراوين كما مر. قول فصاعدا أي فذهب العدد صاعدا من الاثنين إلى ما فوقهما كما تقدم آنف. قول ولا فرق بين الأشقاء وغيرهم أي من الإخوة لأب أو لأم، وقول ولا بين كون البعض كذا والبعض كذا أي البعض أشقاء والبعض غير أشقاء، حتى لو كان وجود الأخوين احتمالا، حتى ولو كان الأخوين احتمالا كان للأم السدس على الراجح، كأن وطئ اثنان امرأة بشبهة وأتت بولد واشتبه الحال ثم مات هذا الولد عن أمه قبل لحوق بأحدهما، وكان هناك ولدان لأحدهما، فتعطى الأم السدس لاحتمال أن يكون أخوين للميت. فهمت المثال؟ يعني إيه؟ اثنين رجالة وطئوا امرأة بشبهة، كويس؟ اثنين رجالة وطئوا امرأة بشبهة، يعني فاكرها امرأته الدنيا ضلمة وطئها، واخد بالك؟ هو نظره ضعيف وهي كانت نايمة على فراش زوجته في ليلة ظلماء فما يعرفش فوطئها، وهي نومها تقيل ما أدركتش، حصل كده. وبعدين ايه تاني يوم جاء راجل تاني وطئها، يبقى اتنين وطئها بشبهة، كل واحد منهم ظن انها زوجته او امته او اي حاجة في الدنيا، واخد بالك ازاي؟ حملت، كويس، جابت ولد، الولد ده ما نعرفش ابن مين، المفروض واحد فيهم يلحقه لنسبه، لان الوطئ بشبهة يثبت به النسب، الوطئ لانه غير زنا، الوطئ بالشبهة يثبت به النسب بخلاف الزنا. الواد كبر والابين دول الراجلين دول اللي وطئها دول كانوا جايين من سفر اصلا وسافروا، بعد ما وطئها سافروا، والواد اتولد وكبر وما نعرفش واحد فيهم الحقه لنفسه، فما نعرفش ده يبقى تبع الاب ده ولا تبع الاب ده، كويس؟ جه الواد ده مات، واحد الراجلين دول ليه ولدين، واخد بالك؟ والراجل التاني مالوش ولاد، يبقى مات الولد ده، احتمال يبقى الولدين دول اخوات، مش كده برضه؟ واحتمال يبقوا مش اخواته يبقى مالوش اخوات، يعني احتمال ما يتحجبش، نقول لك لا ولو احتمالا نحجبها للسدس. فهمت بقى المساله؟ نقرا تاني المثال. هو بس الامثله دي كلها علشان يربي فيك العقليه الفقهيه والتصور في المسائل، خدت بالك؟ فبيقول هنا كما وطئ، كأن وطئ اثنان امرأة، اثنان يعني رجالة، وطئ اثنان بشبهة. كلمة شبهة دي مهمة،
علشان يثبت النسب بها كويس. وأتت بولد واشتبه الحال. ثم مات هذا الولد. اشتبه الحال يعني ما عرفناش ننسبه لواحد فيهم. ثم مات هذا الولد عن أمه قبل لحوق بأحدهما بأحد الوطئين كويس. وكان هناك ولدان لأحدهما للوطئان دول، واحد منهم عنده ولدين. فتعطى الأم السدس لاحتمال أن يكون أخوين للإيه؟ للولد الميت ده. فهمت المثال؟ قول وهو أي السدس للجدة. إمتى الجدة هتورث؟ لو الأم مش موجودة. لو الأم ميتة تورث الجدة، لو الأم عايشة تحجب الجدة على طول طبعا. فهمت بقى؟ حتى لو أخوين الأب مش أم نفسها. أيوة العبرة للميت. الميت ده ليه أخين ولا ملوش؟ كلام في الميت. فهمت؟ يعني حتى لو مش من الأم. أخين من أي نوع؟ ما احنا قلنا من أي نوع؟ أخين لأم، أخين لأب، حتى ولو خناسة، حتى لو ملتصقين زي مولد السيد البدوي اللي جاب لك المثال ده. كل دول يحجبوا. قول وهو أي السدس للجدة، أي لخبر أبي داود وغيره أنه صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس، سواء كانت من جهة الأبي أو من جهة الأم، والمراد الجدة الوارثة بخلاف الجدة الساقطة وتسمى الجدة الفاسدة، وهي التي تدلي بذكر بين أنثيين كأم أبي الأم، فإنها من ذوي الأرحام. أم أبو الأم دي مش جدة وارثة، دي ذوي أرحام ما تورث. واضح؟ إنما احنا بنتكلم الجدة اللي تورث مين؟ الجدة لأم والجدة لأب. يورثوا إمتى؟ لو غابت الأم ماتت. واضح؟ وممكن الجدات يبقوا أربعة كمان. الجدة لأم وأب، والجدة من جهة الأم والأب للأب يعني، وجدة من إيه؟ من للأم من الأم والأب، يبقى عندي أربع جدات. كل دول يتقاسموا مع بعض السدس. فهمت؟ لكن إمتى؟ لو ماتوا الإيه؟ الأم. لو مات الأم. لكن طول ما الأم عايشة تمسح كل أنواع الجدات، تاخد هي نصيبها ومع السلامة. جدات إيه؟ يعني يعيشوا في التراب. ليه الأم تاخد؟ لأن الغالب إن الأم هتعيش مدة أطول. دول خلاص قربوا يموتوا. الإرث ده تاخده هي تصرف عليه بقية عمرها، ودول خلاص مع السلامة. وده برضه اللي يخلي إن بالرغم إن الأب أقوى من الإبن، إن الإبن يحجب الأب للسدس، مع إن الأب أقوى من الإبن. ليه؟ لأن الابن مدة حياته أطول، يحتاج مصاريف أكتر، لكن الأب مش محتاج مصاريف أكتر، فندي للي محتاج أكتر. فهمت؟ فالإرث برضه فيه مراعاة لاحتياج كل إنسان، بغض النظر عن قوة إيه النسب في الأمور. يعني الإرث ممكن مليان حكمة أكتر؟ طبعًا مليان حكمة. ده مليان حكمة. كان له إخوة في الأمية السوس. إن الإخوة دول ما هو هيحجبوا الأم للسدس، لكن إيه؟ زوج الأم ده اللي هو الإخوة بيصرف على الإخوة، هياخد الباقي عشان عليه النفقة. مش كده برضه؟ عليه مصاريف. صح ولا لأ؟ لكن الأم اللي بتاخده بتصرفه على نفسها بس، وهي كمان بيصرف عليها جوزها، يعني هتاخدهم تحطهم تحت البلاطة. مش محتاجاه، لأن هي أصلاً واجبة النفقة على الزوج اللي هو عايش أو جوزها. فهي هتاخدهم تحطهم في البنك. وخلصنا على كده. لكن الراجل التاني قاعد بيصرف طول النهار وعنده ايه اخوات الميت لسه عايشين هم اولاده وهكذا. فلما تنظر للمواريث وتقسيمها تجد انها مليانه حكم. ولما بيدي برضه للذكر بيستحضر الانثيين، لان الانثى لما بتاخد لنفسها، لكن الذكر لما بياخد بينفق على الواجب عليهم النفقه. فلو اخته دي متطلقه، ما هو اللي هينفق عليها. صح ولا لا؟ يبقى لازم ياخد اكتر منها بقى علشان هو مسؤول عنها برضه. وهكذا. فكل تلاقي كل حاجه متظبطه بهذه الطريقه. لكن العالم اللي ما خدوش الشرع الشريف بطريقه هاديه يقول لك ايه ده؟ ما فيش مساواه ولا ايه؟ واخد بالك؟ هم مش فاهمين. وقول اي السدس للجد، اي لخبر ابي داود وغيره انه صلى الله عليه وسلم اعطى الجده السدس، سواء كانت من جهه الاب
أو من جهة الأم، والمراد الجدة الوارثة بخلاف الجدة الساقطة وتسمى الجدة الفاسدة، والتي تدلي بذكر بين أنثيين كأم أبي الأب، فإنها من ذوي الأرحام. قوله عند عدم الأم، أما عند وجود الأم فتسقط الجدة بالإجماع طبعا، فإنها إنما ترث بالأمومة، والأم أقرب منها سواء كانت من جهة الأم كأم الأم أو من جهة الأبي كأم الأب. ولذلك قال في الرحبية: وتسقط الجدات من كل جهة بالأم فاحفظه وقس ما أشبهه. وتسقط الجدة من جهة الأبي بالأب لأنها تدلي به بخلاف الجدة من جهة الأم فلا تسقط بالأب، والقربة من كل جهة. وتسقط الجدة من جهة الأب بالأبي، طبعا لو الأب عايش يحجب الجدة من جهة الأب، بخلاف الجدة من جهة الأم فلا تسقط بالأبي والقربة من كل جهة تحجب. والقربة يعني لو الأب عايش الجدة من جهة الأم تورث، فهمت؟ لكن أم الأب اتحجبت بالأب، فيبقى الجدة من جهة الأب اتحجبت بالأب، لكن الجدة من جهة الأم ما اتحجبتش بالأب. فهمتني بقى المسألة؟ والقربة من كل جهة تحجب البعد من تلك الجهة، فأم أم الأم تحجب بأم الأم. الظاهر عيلة بقى ما بتموتش خالص دي. في ناس كده يعني عمرهم طويل قوي. أنا فاكر الدكتور عبد القادر رب مرة كان بيحكي لي من حوالي 20 سنة، يقول لي جالي عيان عنده 80 سنة. فبيكشف فبيقول له: يا دكتور ده أنا بتعب بسرعة، ومجرد أدخل الحمام وأروح كده يجيلي نهجان. قال له: معلش يمكن ضعف في عضلة القلب السن. قال له: ما أنا أبويا طول النهار قاعد. قال له: أبوك طول النهار رايح جاي ولا في حاجة. قال له: ما شاء الله، ده حاجة يعني هو 80 سنة وبيحسد أبوه. هنا برضو الأمثلة دي يتفكرك بالعائلات اللي هي ما بيموتوش دول، الظاهر قرايب الحكام السابقين. فبيقول لك هنا: وإن لم تدلي بها كأم أبي فأم أم الأم تحجب بأم الأم، وأم أم الأب تحجب بأم الأب المباشرة يعني، فلا ترث البعد مع وجود القربة مع اتحاد الجهة. وإن لم تدلي بها كأم أبي أب وأم أب فلا ترث الأولى مع الثانية، والقربة من جهة الأم كأم أم تحجب البعد من جهة الأب كأم أم أب، والقربة من جهة الأب يعني هو سايب جدة من جهة الأم أم أم، وسايب أم أم أب، يبقى دي تحجب كمان إيه الجدة التانية. فهمت؟ كل ده بيبين لك ان القربة تحجب البعد من اي جهة، سواء كانت من جهة الام او من جهة الاب. من جهة الاب كأم ام اب، والقربة من جهة الاب كأم اب لا تحجب البعد من جهة الام كأم ام ام على الصحيح. لكن القربة من جهة الاب ام الاب، ام ام الاب ما تحجبش ام ام الام، واخد بالك؟ على الصحيح. على الصحيح يعني يعني كان في وجهين، وجه يقول لك تحجب برضه زي الثاني، لكن الصحيح المعتمد انها ما تحجبش. ليه؟ ترجيحا لجهه الام، لان دي ادلت من جهه الام وده ادلت من جهه الاب، واحنا مامورين بايه؟ بالاحسان لجهه الام اكثر من الاحسان لجهه الاب، واخد بالك؟ فده سبب الصحيح. قال في الرحبيه: وان تكن قربى لام حجبت أم أب بعدا وسدسا سلبت، وإن تكن بالعكس فالقولان، العكس اللي هي إيه؟ أم إيه؟ أب. وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان يعني وجهان، لا تسقط البعدا على الصحيح، واتفق الجل على التصحيح. وللجدتين والثلاث أي فأكثر لعدم الانحصار في الثلاث. ولو حمل الشارح الجدة في كلام المصنف على الجنس الصادق بالواحدة والمتعددة لاستغنى عن هذه الزيادة، والمراد أن الجدتين يشتركان في السدس،
وكذلك الثلاث فأكثر يشتركن فيه أيضا. والله تعالى أعلى وأعلم. ونقف على ولي بنت الابن إن شاء الله يوم الاثنين القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر أمورنا يسر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آملنا، وفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك وامداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. يا الله.